فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول ما حكم صبغ اللحية بالسواد، وما حكم تخفيفها وتحديدها؟ كله حرام، لا يجوز لا صبغها بالسواد ولا قصها وتخفيفها، ما هي ثقيلة يا أخي، هي جعلها الله خفيفة. ما شفنا أحد متحير من لحيته ما يبغى يقوم، هذا كله من الشيطان. فتترك اللحية على ما هي عليه ولا تصبغ بالسواد، تصبغ بغير السواد، لأن السواد جاء النهي عنه، جنبوه السواد. نعم.